كنا على البرندا عم نشر الغسيلات وكان جاي بده يروح الحديقة. كان لسه بداية الأزمة تقريبا، فكنت عم أقول له ما في روحة، كان عامل أزية، فأنا عقابا له قلت له ما في روحة. ماما الله يخليكينا نروح ما نروح، فصار اشتباك عنا بالمنطقة ودخلت القذائف لعندي على البرندا، اجت بي أحمد. وكانت إصابة أحمد إنه ينشل. هو كان وقت يمشي كان هو يروح يجيب خضرة البيت. هلا أول شيء أنا ما بعرف إنه كان بيعملوا هالمساعدات أو شيء، لما إنه جماعة اللي قالوا لي يعني أهل الخير هن حطوا لنا قصة أحمد بالهلال الأحمر، فأول شيء قلت له ما بعرف، فوقت اللي صارت القصة جدية فيعني عن جد تغير كل شيء، يعني لسه الدنيا بخير. بدي أسعى شوف وضعه كيف، أقدر أتابعه ولا إنه يضل هيك، يعني ما بتمنى أي وحدة تكون تنحط موقف اللي انحطيت أنا فيه، مرينا بكتير تجارب صعبة وقاسية واختبرت كتير ناس.